السرعة قديش؟ كم؟ 1300 أو 1400 متر في الثانية. 1400. 1400 متر ان سكند باي سكند. طلع طلع أحمد، أحمد طلع، شايف؟ راح يدخل جاذبية القمر. هو أصلا جاذبية القمر، ها، ولا وين راح يدخل؟ هو جاذبية القمر داخل، هو داخل جاذبية القمر. بسرعة 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 بسرعة، غير اتجاهه، غير اتجاهه. بنينا صاروخ، أحمد بناه وأنا سكته. هي القمر، صاروخنا وين؟ صاروخنا وين؟ قرب قرب، هي صاروخنا. طلعنا من الأرض، انا اللي بنيته والله. طلعنا من الأرض بس خلصنا مراحل كثيرة فيه. وين الأرض؟ وين؟ يا الله، لا هيك أنا كثير بعد تخلص. الله ماشي، أرض بعيدة. وين صاروخنا؟ هي صاروخنا. أشوف كيف على الخريطة، كيف نسرع الأيام شوي. بس 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 خلص. يلا أحمد، تفرج على المنظر. هذا صرت بعيد عن القمر. تفرج على المنظر أحمد، هاي القمر، هاي صاروخنا. الله، أنت مش شايف إشي؟ هاي شايف؟ هاي القمر، يا قريب مني، هاي بعيد. بعرف انا من بعيد ببين قريب. طيب خلينا نرجع هون، نكبر هاي شوي قدر الإمكان. السرعة قديش؟ كم؟ 1300 أو 1400 متر في الثانية. 1400. 1400 متر إن سكند باي سكند. طلع طلع أحمد، أحمد طلع، شايف؟ راح يدخل جاذبية القمر. هو أصلا جاذبية القمر، ها، ولا وين راح يدخل؟ هو جاذبية القمر داخل، هو داخل جاذبية القمر. بسرعة 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 بسرعة، غير اتجاهه، غير اتجاهه. بس وصلنا، وصلنا، أهم شيء وصلنا أول مرة نوصل. بعد تجارب عديدة انذبحنا، انذبحنا إنه قدرنا أخيرا نوصله. بس حلو، هاي مرة قدرنا نوصل. يلا المرة الجاية بنهبط. يلا هسه المحاولة الثانية، بس حلو حلو. يلا هاي صاروخ أحمد، مع انه انا مش عاجبني انه صح وزنه صغير، بس الثريت 155. يلا خلص خلص خلص. صاروخ احسن، صاروخ. طيب مش عاجبني، قصدي انه في ملاحظات، بس برضه ما دام وصلنا فيه على القمر معناته حلو. شفت؟ شغلنا كل شيء. يعني انت لك 5 سنين. يلا شو نزلت هذول؟ شو نزلت هذول سنتين؟ طلع هون، طلع هاي، طلع 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 هاي. طيب كانت بنزل، شايف؟ اه، شايف اتقلبت؟ فيه شوي، أظن ألعب فيه هيك، ألف بوزو تجاهه، بعدين أشغله. شايف كيف المدار، مداره كيف سريع بيتحرك؟ كل ما أحرك بوزو شوي هيك. مع السريع أسرع حاجة، المرة الماضية كان أسرع، اتقنت أكثر.
غلطت. يهدي يهدي يهدي. اي 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 الحركات بتاعتك. انا ابوها فيزياء نيوتن، على الاقل فيزياء الكم لسه. اهرب من الارض، اهرب من الارض، اهرب من الارض بسرعه بسرعه. برافو برافو برافو، يا الله برافو. القمر 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 القمر، احنا مش هننزل القمر خلاص، ما راح ننزل القمر. طلع طلع يا الله، كيف ربطها. يا جماعه الخير ان شاء الله طلعوا، حاطط البوز. طيب الله لا بدي اشغله لحاله، هذا شو كيف بقدر اشغله. احمد شو سويت انت؟ طلعت شو شو عملت انت المرحله هاي لحالها؟ تعال اوريك، تعال تعال اوريك. طلع طلع طلع. كيفك هندسته انت مش متبه؟ ذكي انا بشغله. لا بشتغلش بشتغلش. اه ما فيش وقود ضيع. وهاي وهاي فيش وقود، فيش وقود. هاي مش حاط فيه اذا مالك اذا كيفك بنيته. يا الله. وهيك ننهي ننهي المسخرة هذه، خلينا نشوف لنا طريقة ثانية. يلا نظبط الإصلاحات. أرجوك 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 أرجوك. خلص عالفاضي، خلص أبيي عالفاضي. يلا مع السلامة، خلص نعيدها من أول جديد. خلص كل وقوده وما زبط مداره، عملنا شوية تعديلات. ممتاز، مبروك يا احمد، اخذنا المدار صح. سلام الايام شوي ولساتها موفر شويه وقود. ايوه لقط، دخلنا بجاذبية القمر تقريبا. احمد تعال شو كده عدل، تعال تعال. طلع احمد، احمد تعال تعال ظبطت، دخلت جاذبية القمر. هسه بدي اعدل المركبة عشان ما تصير فينا زي اول، عشان ايش؟ بدي اعملها عكس الاتجاه عشان تصير الكفاءة لتحت. تعال شوف، تعال هلا بلفها. ايوه بس هسه بس بستنى بستنى عبال ما ايش؟ ما يوصل القمر. هي ظهر القمر، بدك تاخذ روس. اللعبة صارت تحملها 100 وبقول لي اه 100، يعني صار لودنج 100، بقول لي لودنج داتا فروم سيرفر. انجليا انجليا سان جورج نظامي، يلا يا زلمة. احمد وصلنا امانة، بسرعة بسرعة بسرعة، كبر 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 كبر. يا ما انت ايش تلعب انت يا زلمة؟ طب ليش بسرعة هيك تنزل؟ انا بعدت شوي وهو فجأة زاد تسارع بشكل كبير جدا، كنت دايرة صح. من جاذبية القمر هذا يا بغي. شوفوا دخلوا كيف. طيب راح يخبط خبط هذا. مش كيف، فيش غلاف جوي في المريخ.
في القمر سريع جدا، 2000 كيلو في الثانية. يا الله. في شبركات، في شي النفاث هذا ضل فيه بس 8%، 8% محتاجة للهبوط. طب شو اسوي؟ الله يستر، الله يستر. على الفاضي. خبيه 5%، 7%. احمد تعال شوف تفرج. قصدي النفاثات شغلها. طب لما تهبط على القمر ايش انت بصير؟ شفت ابولو في الفيديو الحقيقي كيف هيك طول كثير وقاعد يمشي جنابي هيك نفس الطريقة؟ ابولو شفتوا الفيديو ابولو؟ راح اوريك اياه. شفته كده، تعال شوف، تعال شوف المجزرة، شايف خاله قاعد مهبط ورا. ما لي شوي على اليمين، بس يعني هاي الشغلة هيك حلوة. خلاص ظلت آخر دقة بس. أحمد هيا هبطت، تعال تفرج، هبط على القمر، تعال تفرج بسرعة آخر ثواني، تعال تعال تعال. هدوء 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 يا خالو. انت فرخ ب... انت انت فخور بالقمر، انا وصلت شمس يا سبحان الله. لا كله الا حتى الترامبولين هاي بحل. طب خلص انت انا وصلت القمر، شو لازم نسوي؟ خلص مبروك. طيب بس هيك بعدين شو؟ بس العودة للأرض. طب كيف لك بدك ترجع الحين؟ تخيلوا كيف مفيش معي وقود ارجع انت الثاني. خلص يعني خلص بيعيش بالقمر. زي وسام طبيلة ورامي دلشاد، شفتهم لما عاشوا على القمر؟ مجموعة شمسية تعج بالكواكب المركبات الفضائية.
مارس فينوس سن ميركوري. خمس نجوم جريت ضمن